عرفني بنفسك يا عم. عرف نفسك. ايه؟ عرف نفسك. احمد منير. ايوه يا احمد. نازل ايه النهارده؟ نازل ليه؟ نازل ما يقولش انا. علي. علي محمد. ايوه علي نازل ليه؟ نازل عشان القتل اللي طلعوا والمحاكمات اللي متاجله وكل الحاجات اللي ما اتعملتش من ساعه ثوره 25 يناير والكلام ده كله. احمد مجدي نازل النهارده عشان مفيش حاجه اتعملت. الرئيس تنحى وبعدين لسه بدري. لسه زي ما هو. لسه كل حاجه زي ما هي. فكرت اقول يا الرئيس اتخلع تمام؟ ما تحكمش ليه؟ بأي أساس هو قاعد في شرم الشيخ؟ أنا أقول لك ما تحكمش ليه؟ استنى ما يحاكم الشعب المصري. بس هو فعلا هو فضل إلا كده إن هو يحاكم الشعب عشان صور. بس المشير ما فيش حاجة بيعملها، الحكومة الانتقالية ما فيش حاجة عملتها. طب إيه فايدة الثورة؟ إن هي أقالت الرئيس فقط؟ حد يقول لنا. شكرا.